السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا يا جماعة جيناكم احنا بتطبيق جديد تقدر كيف تعمل اللوجو بتاعك، اللوجو بتاع شنو؟ بتاع الغناء بتاعك اللي هي المقدمة بتاعت الغناء، وكيف تقدر تعمل الخاتمة بتاعتك. تمام؟ كويس؟ ان احنا من على التطبيق ده نقدر نعمل حاجة احنا عن طريق الموبايل من غير كمبيوتر. كويس؟ تابع معي شنو؟ تابع معي الفيديو. جينا هنا للتطبيق. كويس؟ هنا في الهاتف عندي ده التطبيق بتاعي اللي هو اسمه انترو ميكر. طبعا يوجد في المتجر بتاع جوجل فوق نسختين، نسخة مجانية ونسخة شنو؟ مدفوعة. نقوم نفتح التطبيق. كويس؟ بعد ما نفتح التطبيق طوالي بديني طبعا فوق هناك الانترو اللي هو الاسم بتاعه ميكر، طبعا جنبه البي اي بي اللي هو طبعا ده الاشتراك بتاعك، جنبه في الضبط والبحث. ننزل تحت اللي هو عندي حاجة يسموها التايم بلانت اللي هو التصاميم دي كلها تصاميم، تضغط عليها وتنزلها وتلقى في واحدة اللي هي في الفية في اي بي طبعا بقروش اذا انت ما مشترك. نمشي بجاي بالجنب الثانية ماي ووركس اللي هو دي شنو؟ اي تصميم انت بتنزله بيظهر لي بجاي، وبعد انت ما تنزله دار تعدل فيه برضه بيظهر لي شنو في المنطقة البجاي. تمام؟ انا نزلت هنا زي ما قالوا اربع تصاميم. تمام؟ نضغط على تصميم واحد، نفتح التصميم بتاعي. كويس؟ ده الشكل بتاع المقدمة اللي انا اخترته. لاحظ له ما فوق اي حاجة، خالي من اي حاجة، لا نص لا ميوزك كويس لا اي حاجة. تمام؟ بعد كده شوف انا داير ادخل فيه شنو. كويس؟ داير ادخل فيه لوجو اللي هو شعار. كويس؟ وداير اخد فوقه مزيكا ميوزك. كويس؟ ولا داير اخد فيه مثلا ستيكر. كويس؟ اي حاجة لايك سكرايب ستيكر بحاجة دي. تايتل داير اخد فوقه عنوان. كويس؟ ولا داير اخد فوقه شنو تكست نص. نختار واحد من ديل. احنا مثلا داير اخد فوقه اللي هو التايتل العنوان. قبال ما اكتب اي قبال ما اضغط عليه لازم شنو اشوف انا داير النص يظهر وين. كويس؟ احرك كده بيدي. كويس؟ داير يظهر لي مثلا بعد الاصطدام. تمام؟ بضغط على شنو على التايتل. كويس؟ بختار مثلا اي واحد من الاشكال دي. تمام؟ اخترت الشكل بتاعي انا. تمام؟ داير اعدل فيه. كويس؟ مثلا داير نكتب هنا في العنوان بتاعي او الكلام ده جو مثلا، عملنا اوكي صح. تمام؟ تختار هنا بعد كده السرعة. هنا عندك فوق هنا محرك السرعة، داير يوصل لك سرعة بالراحة ولا سريعة. تمام؟ خلي زي ما هو. نمشي للديزاين. كويس؟ بعد كده داير شكل الحروف كيف، كبيرة ولا صغيرة ولا كده، تختار الشكل اللي انت داير. دي كلها انواع كثيرة. نمشي بجاي للون، نختار واحد من الالوان دي. احنا مثلا دايرين اللون ده، اخترنا اللون الاحمر مثلا، اخترنا. تمام؟ نضغط الصح الصغيرة البجاي ده. تمام؟ نقوم نجرب. نمشي بجاي نضغط تشغيل. شايف؟ بعد ما ضغطنا العنوان ماله قام ظهر معي كده. احنا في التمام، في التمام. كويس؟ لان ناخد مثلا ميوزك، لكن تختار مثلا موسيقى دايرة تظهر من وين برضو. تمام؟ نشوف هنا نضغط الميوزك، نختار واحدة من انواع الميوزك ديل. تمام؟ اخترنا اي واحدة. كويس؟ بعد كده تتحكم الصوت عالي واطي. كويس؟ دار الصوت يدخل من جوا يطلع لي برا، تختار من ديل. دار تمسح تعمل ديليت، نحن نعمل موافق. تمام؟ كويس. بعد كده تشغيل، انت بتسمع الميوزك. تمام؟ والنص شغال. كويس؟ وشايف الكلام والشعار بتاعك ظهر. بعد كده دار تاخد كلام نص بنفس الطريقة وبنفس التعديل كده. انت عملت شنو القدم بتاعتك او اللوجو بتاع شنو بتاع الغناء بتاعك، وممكن تعمل برضو نهاية لشنو للفيديوهات بتاعتك بنفس الطريقة دي. كده احنا خلصنا. بعد ما خلصت تضع على الصح الفوق ده. كويس؟ بديك حفظ جديد ولا حفظ في نفس التصميم بتاعك. احنا دارين حفظ جديد عشان التصميم بتاعي يكون القديم بتاعي يكون قاعد. تمام؟ بعد شوية بيقوم بيشتغل معاك لحد 200% 100. بعد كده شنو بيكون التطبيق بتاعك شنو كده انت خلصت من شنو من التطبيق بتاعك. كويس؟ خلصنا وعملنا شنو اللوجو حقنا كده. تمام؟ ما في يعني بشيله بعد كده وخدته في مقدمة الفيديو وخلاص. يلا لاحظ معي تشغيل. شوف. تمام كده احنا خلصنا المقدمة بتاعتنا. اوكي كده احنا خلصنا المقدمة بتاعت بعد كده تطلع بعد كده من التطبيق عادي والموضوع انتهى. وجماعة في الختام ما تنسوا الاشتراك بالقناة. كويس يا جماعة واللايك، لانه اللايك بدعمنا في انه نقدر نديكم كل مرة حاجة جديدة. تمام؟ وما تنسوا التعليقات، اذا في اي حاجة علقوا لنا تحت في التعليقات. كويس؟ واللايك يا جماعة ضروري جدا لدعمنا. كويس؟ والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.